بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نحييكم في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا ونافعا، مرحبا بضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. فضيلة الشيخ صالح بارك الله فيكم، الغيث أو المطر نعمة ربانية ومن مظاهر ربوبية الله عز وجل، وأيضا نعمته على خلقه ورحمته الواسعة لهم. والله عز وجل يقول في محكم التنزيل: وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. بارك الله فيكم، ما مدى ارتباط العقيدة الإسلامية بالغيث حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل البداية فيه ارتداد، سمى الآن يشيلون إن شاء الله. نعم، الله سبحانه وتعالى جعل إنزال الغيث من آياته الدالة على ربوبيته والدالة على قدرته والدالة على رحمته. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. إنزال الغيث من أعظم النعم على العباد. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فجعل الله سبحانه، ما أقدر أتكلم وهو يرد علي. سم تفضل يا شيخ. ما أقدر. طيب يا أستاذ عبد الله. نعم تفضل يا شيخ. نعم، فالله سبحانه وتعالى جعل إنزال المطر من الآيات العظيمة الدالة على قدرته والدالة على رحمته والدالة على إحسانه على خلقه. وفي الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. ما زال الصدى يا شيخ. نعم. وكذلك من آيات الله في هذا الغيث الذي يحيي به الأرض بعد موتها، وهي صدى ما أقدر أتكلم. طيب لعل الأستاذ عبد الله حاول تعالج له المشكلة. طيب نتوقف قليلا ثم نعود إليكم يا شيخ. نعم. طيب أي تقنون العمل قبل يبدون. طيب واصل يا شيخ. نعم، ومن آيات الله في هذا الغيث وهذا المطر وحياة الأرض به بعد موتها دلالة واضحة على البعث. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها
فكذلك يحيي الأموات بعد موتهم، لأن القادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موتهم، فهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهذا المطر فيه عبر وفيه عظات وفيه رحمة للعباد والبلاد، فهو دال على قدرة الله وعلى رحمة الله وعلى ربوبية الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه دلالة على أن الله يتصرف في هذا الكون بما يشاء. ترى مثلا السحاب المحمل بالماء ويمر ولا ينزل منه قطرة، ويتجاوز إلى أرض أخرى فينزل ما فيه من الماء. لماذا؟ لأن الله يسوقه سبحانه وتعالى، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. فالله يسوقه سبحانه وتعالى إلى الأرض التي يريد أن ينزل فيها، ويمر على أرض لا يريد أن ينزل فيها فلا ينزل ولا قطرة. فهذا المطر وهذا الغيث فيه آيات وعبر وعظات لأولي الألباب. نعم، أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا المطر وبما نزل وأن يبارك فيه. نعم فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذه أم سعد من المزاحمية بعثت بهذا السؤال، تقول وهي تسأل بأنها امرأة معلقة منذ 5 سنوات وزوجها يعيش في مدينة أخرى وترغب بالطلاق منه بسبب كونه يهينها بألفاظ لا تليق بالدين أمام أبنائها، وكذلك يفضل زوجته الثانية عنها وعن أيضا وعن أبنائها، أيضا يفضل أبناء هذه الثانية على الأولى ولا يقوم بالنفقة عليها ولا على أبنائها. هل عليها شيء بهذا مع أنها تحملته 5 سنوات من الإهانة والتعلق، وهي الآن تطلب نصيحة بهذا الطلب، هل تطلب الطلاق؟ نعم، هذه ما في شك أن لها حقوقا على زوجها، فإذا منع حقوقها فإن لها الحق في أن تطلب منه حقوقها، فإن امتثل وإلا فإنها ترفع عليه دعوى إلى المحكمة والقاضي يستدعيه ويحضرها معه ويتخاصمان عند القاضي، فالقاضي يحكم بينهما ويفصل بينهما وينصف المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حفظك الله: ماذا تقولون لمن أبدى تحفظا على أقسام التوحيد بحجة أنها غير واردة في القرآن أو السنة حفظكم الله؟ سبحان الله، هذا ما يقرأ القرآن، أو يقرأه ولا يفهمه، أو يفهمه وله هوى. أقسام التوحيد في القرآن مملوء من هذا، لأن الآيات التي تتحدث عن صفات الله وأفعاله هذه في توحيد الربوبية، والآيات التي تتحدث عن أعمال العباد وعبادات العباد وأنه يجب إخلاصها لله عز وجل وتنهى عن الشرك هذا في توحيد الألوهية، والآيات التي فيها أوصاف الرب وأسماؤه هذه فيها توحيد الأسماء والصفات. وانظر إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فرب الناس، ملك الناس، هذا في توحيد الربوبية، إله الناس هذا في توحيد الألوهية. وكذلك في سورة الفاتحة التي يقرأها هذا المنكر وهذا الجاهل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
هذا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كذلك في توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا في توحيد الألوهية، لأن العبادة والاستعانة لأن العبادة هي أنواع الاستعانة والدعاء بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، كل هذا في توحيد الألوهية. نعم أحسن الله إليكم. معنا اتصال الأخ ناصر من أبها، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، شيخ سم، عندي لك سؤال يا شيخ. نعم، ما هو؟ أنا عندي سيارة وصدمتها وأعطوني التأمين مبلغ. نعم. وأنا صلحت من المبلغ أقل من المبلغ اللي أعطوني التأمين. نعم، هل يجوز المبلغ المتقي أخذه ولا كيف؟ طيب شكرا لك يا أخي، العفو. تفضل يا شيخ. ما سمعت. يقول بارك الله فيكم ناصر من أبها أنه عنده سيارة وصدم صدمته سيارة ثانية وعطوه تأمين، وأن التأمين صلح التأمين مثلا عطوه 2000 ريال، صلحها ب1000، بقي عنده 1000 ريال، وش يسوي بهالألف؟ والله التأمين أنا لا أفتي فيه ولا أرى جوازه، فلا أفتي في هذا. نعم. طيب أنتقل إلى سائل آخر يسأل، يقول حفظكم الله، يسأل عن في مثل هذه الأحوال من الأمطار والخير والبركة، ما هو الضابط الشرعي في القصر والجمع؟ القصر ما فيه قصر، القصر في السفر. طيب. ما هو في الأمطار. نعم. هذا من أحكام السفر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض معناه السفر. وأما الجمع في حال الحضر فيجوز في حالتين، في حالة المرض، المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة يجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في وقت إحداهما إذا كان هذا أيسر له، أو كان لا يستطيع الطهارة الوضوء المتكرر يتوضأ لصلاة واحدة ويجمع معها الأخرى قبلها أو بعدها، فهذا الجمع للمرض. والحالة الثانية في الحضر مع السيل، مع المطر الذي يبل الثياب، يبل الثياب، السيل المطر الغزير الذي يبل الثياب إذا خرجوا للمسجد أو رجعوا إلى بيوتهم، تعرضون لوابل المطر فتترطب ثيابهم و يتضررون بذلك، أو يصيبهم البرد بسبب ذلك، فيجمعون بين المغرب والعشاء. أما من يجمع لمجرد وجود الغيم أو يجمع لمجرد وجود الرذاذ اليسير فهذا لا يجوز له هذا، والأصل أن كل صلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تقبل صلاة في غير وقتها إلا للجمع الجائز شرعا، وهذا الجمع الذي من غير سبب لا يجوز شرعا، فلا تقبل صلاته إذا قدمها أو أخرها عن وقتها. فليتنبه لذلك هؤلاء الأئمة الذين يتلاعبون بالصلاة ويتحملون صلاة من خلفهم لأنهم غروهم، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجمعوا إلا في حالة يحتاجون إلى الجمع فيها حاجة واضحة. نعم. بعضهم يقول لإحياء السنة، بارك الله فيكم، ما هو سنة هذا؟ هذا مباح، الجمع مباح، ما هو من السنة. طيب القصر هو الذي من السنة، أما الجمع فهذا مباح للحاجة، عند نعم. الحاجة. نعم. فهد من تبوك حياك الله، تفضل. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يهديك والديك إلا تلف خير. سم سبحان الله. في واحد من الأخوات حلفت أنها ما تدق ولا ترسل على واحد من أخوانها عشان مشاكل عائلية، وهالحين لازم أنا تقول أنا حلفت. طيب نعم، عليها كفارة يمين يا أخي، في ارتداد.
طيب خلاص باقي من اسئلك شيء فهد؟ لا بس كفارة طيب. يمين كيف يعني يا شيخ؟ خلاص تسمع الإجابة. اطعام عشرة مساكين او عتق رقبة او صيام ثلاثة ايام. شكرا يا فهد. يعني فكفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير، اما التخيير فهو بين الثلاث، اما عتق رقبة اذا وجدها وكذا او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، كسوة عشرة مساكين، يخير بين هذه الامور الثلاثة، فإذا لم يجد واحدا منها فإنه يصوم ثلاثة أيام لقوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من القصيم، الأخ عبد العزيز تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير أستاذ خالد. حياك الله. هلا أستاذ عبد العزيز، حياك الله يا أخ. السلام عليكم يا شيخ. نعم سؤالك. ترى ما أسمع. طيب ما أسمع. استفسار الله يطول عمرك. سم تفضل بالسؤال يا أخ عبد العزيز. استفسار الله يحفظك. أنا من أهل القصيم الله يطول عمرك، وأسكن الرياض بسبب الوظيفة، بس الله يطول عمرك احنا اختلفنا انا وواحد من الشباب بسبب الصلاة والقصر في الرياض. نعم. ما ادري ما حكم ذلك، ما وش اسوي يعني، اقصر في الرياض ولا اقصر في القصيم؟ وكم يعني كم يوم كم؟ كل اسبوع طال عمرك اجي يعني من الرياض للقصيم، الاربعاء امشي والجمعة ارجع للرياض. طيب تسمع الاجابة من الشيخ ان شاء الله بعد شوي. شكرا لك. تفضل يا شيخ. ما سمعت شيء. نعم نعم. يقول يا شيخ بارك الله فيكم أنه من أهل القصيم، وأنه تم نقله عمله أو ترقيته إلى الرياض، ويذهب إلى القصيم خميس وجمعة ويرجع من السبت إلى الإربعاء. يقول القصر والجمعة هل يجوز لي في هذه الحالة؟ في الطريق فقط يجمع ويقصر في الطريق بين الرياض والقصيم، وأما عند أهله فلا يجمع ولا يقصر. نعم. وإذا كان في الرياض يعني ساكن هو وحده يقصده؟ هذا ساكن للعمل، هو إقامة طويلة، هذا مقيم. يصلي صلاة مقيم. نعم. يتم الصلاة ويصلي مع الجماعة ويصوم في رمضان. نعم نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول يا شيخ صالح: أجد في نفسي ثقل وتثاقل في الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة، هل هذا دليل على أنني ضعيف الإيمان؟ وماذا وبماذا تنصحونني؟ هذا يدل على الكسل، ولا تستسلم للكسل وهوى نفسك، ألزم نفسك بالحضور لصلاة الجماعة، واستحضر ما فيها من الثواب، واستحضر ما فيها من العقوبة لمن تركها من غير عذر، فهذا مما يعينك على حضور صلاة الجماعة، وبالمداومة فإن الله يعينك على ذلك ويسهل عليك حضور صلاة الجماعة. نعم. معنا اتصال صالح من القصيم. نعم أبو صالح. نعم. سم الشيخ. سم يسمعك الشيخ، أو عطنا السؤال. أنا أنقل طال عمرك أبوي موكلني على الثلث أعمال البر. إيه. ولدي مشاركة المسجد في أعمال البر. نعم. مثل تحفيظ القرآن في أعمال البر. طيب أبسأل الشيخ. وش سؤالك عن إيش؟ وش السؤال؟ اقول ابوي موكلني ثلث علي. ايه. وبحط يقول كاتب انه موصينا باعمال البر. طيب. يعني مثل شاركه بالمسجد اعمال البر. طيب. مثل تحفيظ القران فيها اعمال البر. يعني القران هذه يعني كذا من الثلث يعني. طيب يعني انت تسال عن اوجه اعمال البر فتتحط فيها. طيب. أيوة. تسمع بعد قليل ان شاء الله. شكرا لك يا اخي الكريم. شيخ هذا يسال يقول انه نعم سمعت سؤاله. سم. هذه وصيه في أعمال البر، وهو يذكر أشياء يرى أنها من أعمال البر، لكن عليه بالرجوع إلى القاضي، يأخذ الوصية معه ويعرضها على القاضي ويسأله عما أشكل عليه. نعم. معنا اتصال أبو محمد من الخارج. نعم. نعم أبو محمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم السؤال.
السؤال عندي وصية من جدتي. نعم. أوصتني أنها أني أضحي لأولاد لأباها و وقصرت الآن الفلوس، كنت أضحي لها معي شيباني وصدق عليها وأجعلها من مع شراكة مع أولادي مع والدي. نعم. هل طيب وأنا عندي مبلغ، لو أني بقسمها وأحط الضحية زادت الحين، ما أدري يا شيخ أنا أحطها مسجد ولا المبلغ اللي عندي ولو أشتوي. طيب شكرا لك يا أخي الكريم. يا أخي الوصية تعمل بما قال الموصي، ضحي لها ولا تشركها مع آخرين في ضحية، اجمع الدراهم ولو ما ضحيت كل سنة، اجمعها حتى يجتمع ثمن الأضحية ولو بعد سنتين أو ثلاث، ثم ضح لها وحدها ولا تشركها مع غيرها، تمشي على ما قالت ولا تتصرف من عندك، ولا تجعلها في مسجد ولا تجعلها في تحفيظ القرآن، تمشي على ما قال الموصي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول حفظكم الله، ما معنى قول الله عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون؟ نعم، إن يقول جل وعلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، يعني استمروا على الردة إلى أن ماتوا، فإنه لا تقبل توبتهم عند الموت، إذا حضر الموت لا تقبل توبتهم، بل إنهم يعاملهم الله معاملة الكفار، ماتوا على الكفر لأنهم لم يتوبوا. وقيل إن الآية في من تكررت ردته، في الذي يرتد ثم يتوب ثم يرتد ثم، فهذا لا تقبل توبته لأنه متلاعب. نعم. أحسن الله إليكم. معنا اتصال من بريدة، الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بخير يا شيخ. حياك الله. الشيخ أسأل عن حكم سورة قراءة سورة الملك كل ليلة يعني. طيب في سؤال آخر؟ إيه السؤال الآخر، إذا أرسلت لأحد رسالة بالجوال وأقسمت عليه إنه يجي وما جاء، يعني هل علي كفارة يمين ولا ما؟ ولا طيب. شكرا لك يا أخي الكريم. تفضل يا شيخ. أول شيء في ارتداد. نعم، سؤاله الأول عن حكم سورة قراءة سورة الملك في كل ليلة. أقول فيه ارتداد في الصوت. سم الآن إن شاء الله يعالجون الخطأ هذا. ما ورد أنها تقرأ في كل ليلة، ورد أنها يعني تنجي من عذاب القبر، تسمى بالمنجية، فيقرأها في بعض المرات ولا يلتزم كل ليلة، إنما يقرأها بعض المرات ومتى ما تيسر له ذلك. نعم. يقول أنه أرسل. السؤال الثاني. يقول أرسلت لأحد الأخوة رسالة بالجوال وأقسمت عليه أنه يأتي ولكنه لم يأتي، هل يعتبر هذا قسم وكيف تكفير ذلك؟ نعم، إذا لم يأتي في الوقت الذي حددته له يلزم كفارة يمين، لأنك حنث في اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما مقدار نصاب زكاة العسل وكم يخرج، وهل يفرق بين ما كان بمؤونة أو بغير مؤونة؟ العسل فيه خلاف بين العلماء، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ أولا العسل إذا كان يبيع ويشتري في العسل فهذا سلعة تجارة، يزكيه زكاة التجارة، زكاة العروق. أما إذا كان ينتج العسل، عنده مناحل وعنده مزارع وينتج العسل، فهذا اختلف العلماء هل فيه زكاة أو لا. المذهب أن فيه زكاة، أن فيه زكاة في عشر قرب قربة، يعني العشر يجب فيه العشر، عشر القرب فيها قربة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول إذا كانت الخادمة غير مسلمة وديانتها بوذية، هل يجوز أن نأكل يعني من طبخها وطعامها، وهل إذا غسلت مثلا الملابس هل تكون طاهرة؟ أولا لا يجوز أن يؤتى بخديمة كافرة تدخل في البيت ومع العائلة ومع، ما يجوز هذا، يأتون بخديمة مسلمة، والمسلمات كثيرات والحمد لله. ثانيا ما طبخته أو غسلته أو
فإنه لا بأس به، لكن إذا كانت مثلا تذبح الدجاج وتذبح الغنم وتطبخها لكم هذا ما يجوز، ذبيحتها حرام، ذبيحة المشرك حرام ولا تحل. نعم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول ما حكم ربط الدعاء بالمشيئة؟ ما لا يربط الدعاء بالمشيئة، لا يقول الله، جاء الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت وما أشبه ذلك، يجزم الدعاء. نعم. معنى اتصال مها من الرياض أو معنى عبد الرحمن من الرياض، عفوا. نعم يا أخ عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام، ارفع صوتك. الله يعافيك. عندي سؤال، ثلاث أسئلة شيخ. الأول عطنا إياها جميع. الأول طال عمرك، أنا بحامي مجبر ولا جيت أتوضأ أمسح عليه مسح، فما طيب. أدري يعني، وفي المكف اللي قدام ما يصلح موية. نعم. والثاني ظننا أنه ما يجي للتجبير ما. طيب والثاني؟ الثاني طال عمرك عندي شو اسمه، عندي حلف على الوالد، الوالد كان في المستشفى وقلت له نذر ان طلعت اني لا اذبح لك ذبيحه، يوم طلع قال لا ما تذبح لي. اي يعني رفع. طيب والسؤال الثالث؟ الثالث عندي حلف كثيره ولا ادري شلون اكفر عنها. طيب شكرا لك يا اخي الكريم، شكرا لك. معنا علي من تبوك ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ بغيت استفسيك عن اطفال انابيب. طيب. عندي طفل عنده له مرض وراثي، والدكاتره قالوا لنا انه محتمل ظهور المرض هذا في الاطفال القادمين، فنصحونا باطفال انابيب، ما ادري ايش الحكم فيها. طيب سؤال اخر؟ ابد هذا. شكرا لك، شكرا يا علي، بارك الله فيك. نعود الى اسئله الاخ عبد الرحمن، يقول ان ابهامه مجبر وعليه جبيره، يسال يعني عن طريقه المسح وكيف يكون ذلك. نعم، اذا توضى يمسح على الجبيره ويكفي عن غسل ما تحتها الى ان ينزعها، ما دام انه يحتاجها تبقى ويمسح عليها كل ما توضى الى ان يبرى ما تحتها ثم ينزعها. نعم. يقول انه الشيخ بارك الله فيكم، يقول انه حلف اذا خرج او نذر أن لا حلف انه اذا خرج الوالد من المستشفى عليه ذبيحه، ولكن بعدما خرج الوالد رفض الوالد ان تذبح هذه الذبيحه، فما الحكم؟ اذا كان نذر. نعم. اذا كان نذر فيجب عليه الوفاء بالنذر وان يذبح الذبيحه، ولا للوالد دخل في منعه، لان هذا نذر واجب، نذر طاعه. نعم. أما إذا كان أنه حلف ولم ينذر فهذا يخير بين أن يذبح الذبيحة أو يكفر كفارة يمين. نعم. سؤاله الآخر الأخير، يقول عنده يعني عدد من الأيمان والحلوف، فماذا كيف يكفر عنها؟ ما أدري ما هي هذه الأيمان ولا هذه الحلوف، لازم يبين حتى يكون الجواب على السؤال. أنا أما عندي حلوف وعندي نذور وعندي وعندي، أنا ما أدري عنها. نعم. الأخ علي من تبوك أيضا سأل عن أطفال الأنابيب. لا نعم، سأل عن أطفال الأنابيب، يقول ما الحكم فيها وفي الشريعة؟ هذا السؤال يرسله، هذا السؤال يرسله لدار الإفتاء. نعم. تنظر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا حفظكم الله يقول من هم أهل الزكاة، وهل المسكين يفرق عن الفقير؟ أهل الزكاة هم المذكورون في الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف، هؤلاء هم أهل الزكاة. والفرق بين الفقير والمسكين، إذا ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، إذا ذكر الفقير وحده يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر جميعا فالفقير من لا فالمسكين من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، وأما الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، وأما المسكين فهو الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها
فهو أحسن حالا من الفقير. نعم. هذا السائل يقول إذا أعطي المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم وكان هو من ضمن الغرماء فهل يقتطع لنفسه؟ لا، هذا وكيل وأمين، ما يأخذ لنفسه شيء إلا بإذن الموكل صاحب المال. نعم. أحسن الله إليكم. هذه تسأل عن العضل، عضل النساء، تقول أنني أنا وأخواتي عند والدنا ولا يريد أن يزوجنا بحجة أنه لم يأتي الكفو بعد، فما هي وصيتكم ونصيحتكم؟ إذا كان أنه عضل بناته أو مولياته فيتقدمنا إلى المحكمة، والمحكمة تنظر في ولايته هل تصلح أو لا، فإذا لم تصلح فإنها تأتي بمن بعده من الأولياء. نعم، هذا على نظر القاضي. نعم. هذا يسأل أيضا عن الزكاة، يقول لو تأخرت دفع الزكاة إلى شهر تقريبا فما الحكم في ذلك؟ دفع الزكاة على الفور ولا تتأخر عن دفعها عند وجوبها إلا لحاجة، لغرض، يعني إن يكون ما عندك فلوس وتنتظر أن يأتيك فلوس لا مانع من ذلك، أو تنتظر المحتاج، ما عندك محتاجين ولكن تنتظر أن يأتي محتاجون فلا بأس بذلك. نعم. أبو بدر من الرياض يسأل يقول من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح أم يشرع في قراءة الفاتحة؟ يأتي بدعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة إن تمكن من قراءتها يقرأها، وإن لم يتمكن يركع مع الإمام، والحمد لله تكفي قراءة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حفظكم الله، في صلاة الفجر أجد تثاقلا كثيرا ولا أستطيع القيام، ولكن بعد شروق الشمس أقوم لأداء الصلاة، فما الحكم في عملي هذا؟ نسأل الله العافية، هذا مضيع للصلاة، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة، أن يعزم على هذا أو يجعل عنده منبها على التوقيت، أو يوصي من يوقظه من أهله أو من جيرانه، المهم لا بد من القيام لصلاة الفجر، ولا يجوز إخراجها عن وقتها، ما يجوز هذا. نعم. معنا اتصال محمد من أبها. نعم أبو محمد. السلام عليكم. أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، كيف حالك شيخ طيب؟ نعم، سؤالك. يا شيخ أنا نويتني أصوم يوم الاثنين ومسكتني نوم وما تصحرت، ودي أنا أكمل الصيام ولا الله يسعدك. طيب في سؤال آخر؟ سلامة قلبك. شكرا جزيلا، تسمع الآن إن شاء الله. سأل يا شيخ كما قال قبل قليل أنه يصام، أنه نوى يصوم يوم الاثنين ولكنه صام بدون تسحر، هل يكمل مثلا أو يتوقف؟ نعم، لا بأس، السحور ما هو شرط لصحة الصيام. نعم. فإذا كان نوى الصيام من الليل إن كان هذا قضاء أو أداء لواجب فإنه لابد من النية قبل طلوع الفجر، أما إذا كان تطوع فإنه ينوي ولو بعد طلوع الفجر إذا لم يأكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. نعم. معنا اتصال محمد من حائل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. حياك الله، تفضل بالسؤال. يا شيخ بس قلت أنا كنت مسافر من منطقة إلى منطقة. أي نعم. وحصلت على الطريق أكياس من الرز ومن السكر، كانت مسكرات الخط بنصف الخط، وشلتهن عن الخط وشفت منهن المضبوط وأخذته معي، والثانيات شو اسمه الخربان وخرت عن الخط، يجوز أخذه ولا ما؟ وين وديتهن؟ خذيته معي للبيت في أكياس مسكرات. طيب. على الشارع. طيب. تسمع عن الخط. تسمع الإجابة. في سؤال آخر؟ لا ما عندي. شكرا سؤال. لك، شكرا يا محمد. وجد في الطريق يا شيخ وهو ينتقل من منطقة إلى أخرى أن هناك أكياس ساقطة في الطريق من سيارة، بعضها تعبان وبعضها لم في جودته، أخذ بعض الأكياس وذهب بها إلى بيته، ما حكم ذلك؟ لا يجوز له هذا، يبحث عن صاحبها
ويدفعها له ولا يتركها في مكانها. نعم. هل له أن يتصدق بها بنية صاحبها؟ لا لا، يبحث عن صاحبها ولا يتركها في مكانها. نعم. يجي لها غيره. نعم. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: أنا اعتدت أن أصوم الخميس والاثنين من كل شهر، ولكن وهذا نذر مني، ولكن نظرا لاعتلال صحتي توقفت بعض الأشهر، فما حكم عملي هذا؟ يلزم صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع إذا نذرته، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا نذر واجب، عليها أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما نذرت. وإذا مرضت أو ضعفت عن الصيام فإنها تكفر كفارة يمين بدلا من الصيام إلى أن تقدر ثم تواصل. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول هذا السائل: أخي سوف يتزوج بعد أيام بإذن الله تعالى، وهو محتاج للمال، هل لي أن أدفع له من زكاة مالي؟ نعم، إذا كان يريد الزواج وهو لا يستطيع الزواج تساعده من زكاة مالك، ولكن فيه شرط عند الفقهاء، أنه إذا لم يكن له ذرية ولم يكن له والد و أنت ترثه لو مات مثلا فإنها لا تحل له زكاتك. أما إذا كنت محجوبا عن الإرث منه فلا بأس أن تعطيه زكاة مالك إذا كان فقيرا. نعم. معنا اتصال ملفي من حائل. نعم يا ملفي. جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. نعم. سم، أنا من يوم خلقت يا شيخ كثيف. أي نعم. ولا حجيت، يجوز أني أوكل ولا لازم أحج أنا؟ طيب، سؤال آخر. السلام. شكرا يا ملفي. معنا اتصال آخر. سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام. أبغى أكلم الشيخ الله يطول عمرك. نعم، سؤالك تفضل، أسمعك الشيخ. سؤالي الله يطول عمرك. لا ما أسمع. أنا أسمع يعني. سم، كان في جنازة عندنا قبل أمس طال عمرك. نعم نعم، معك أسمع، ما هو سؤالك تفضل. وفاتتنا صلاة العصر والقرام يصلون على الميت، وصلى لنا صلاة الميت الله يطول عمرك قبل العصر. العصر أيوة. طيب شكرا لك. طيب شيخ بارك الله فيكم، يقول: أنا كفيف ولم أحج، هذا الأخ ملفي، هل لي أن أنيب عني من يحج عني؟ لا لا، فقد البصر لا يمنع من الحج يا أخي. نعم. تحج وتجعل معك من يقودك وتحج الفريضة، تحج الفريضة، وهذا ليس مانعا من الحج. نعم. هذا الأخ سعيد يقول: دخلنا إلى المسجد في صلاة العصر وهم يصلون على الجنازة ونحن لم نصلي العصر، فدخلنا معهم بصلاة الجنازة أولا، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا السائل يقول: ما حكم قضاء الدين عن الأب من الزكاة؟ لا تحل زكاة الولد لوالده، يقضي دين والده من غير الزكاة إذا كان يريد البر به، أما الزكاة فلا تحل زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده. نعم. أبو مصعب من الرياض يقول: ما حكم دفع الزكاة إلى العمالة المنزلية من سواق وخدم؟ إذا كانوا مسلمين وكانوا محتاجين ولا تعتبر هذه الزكاة من أجل ترغيبهم في العمل عندك فلا بأس أن تدفعها لهم لحاجتهم وفقرهم. نعم. سؤاله الأخير يقول: هل للكفيل الغارم الضامن أن يأخذ من الزكاة؟ إذا كان لا يقدر على دفع الغرامة والكفالة وأجبر يعني ألزم بها من عند القاضي وهو لا يقدر على دفعها فإنه يأخذ من الزكاة لأنه غارم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول بارك الله فيكم: قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يسأل بارك الله فيكم عن هذه الآية وعن ارتباط بر الوالدين بهذه الآية وبعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا ذكر بر الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، لما ذكر التوحيد وإفراد الله بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذكر حق الوالدين، مما يدل على تأكد حق الوالدين وأنه يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. حق الوالدين عظيم، والبر بهما فرض واجب على الولد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول عن المسح على الخفين: هل يلزم 5 أوقات أم من بداية المسح؟ من 24 ساعة بداية من المسح بعد الحدث، بعد أول حدث، بعد اللبس. إذا لبس الخفين طاهرا كمال الطهارة ثم نقض الوضوء ثم جاء يتوضأ ومسح، يبدأ مدة المسح من بداية أول مسحة بعد اللبس، ويستمر إلى 24 ساعة بداية من هذا الوقت إلى مثله من الغد. نعم، لا، ما هو بحساب الصلوات الخمس أو لا، حساب الساعات. نعم، أحسن الله إليكم. معنا اتصال من رابغ حسن. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله بالخير، نفع الله بعلمكم يا شيخ. جزاك الله خير، تفضل. الله يبارك فيك. عندنا سؤال عن تشجير الحاجبين للمرأة، ما حكم؟ الله يجزاك خير. طيب، شكرا لك يا حسن، بارك الله فيك. الله يجزاك الجنة. السلام عليكم. عن التشكير يسأل يا شيخ، الحاجبين للمرأة. نعم، يسأل عن تشكير الحاجبين للمرأة. لا يجوز للمرأة أن تعبث بحواجبها، لا بقص ولا نتف ولا حلق ولا تشقير ولا صبغ ولا غير ذلك، تترك الحاجبين كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، لا تعبث بهما. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: رجل أخرج زكاته بصفة إسقاط دين عن غريمه جهلا، فهل تقع الزكاة؟ لا، ما تصح الزكاة، لازم يدفعها. الزكاة قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا ما آتاها، هذا أسقط الدين عن غريمه، ربما لما رأى أنه عاجز عن السداد وأيس من مجيء الدين جعله من الزكاة. لا، ما يصلح هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: عندي زكاة وأريد أن أعطيها أحد الأصدقاء، ولكن لا أريد أن أعلمه بأنها زكاة حفاظا على نفسه وعلى عزة نفسه. نعم، إذا علمت أنه ما يأخذ الزكاة لازم تبين له وتعلمه، لا تغشه. أما إذا لم تعلم أنه يتعفف عن الزكاة فأعطيها إياه ما دام أنه فقير ومستحق. نعم، معنا اتصال أبو خالد من الرياض. نعم، ألو. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم، أول شيء الله يعافيك أنت ويا الشيخ، وإن شاء الله ويكثر الأجر على عدد ما جاوبت المستفتين. اللهم أمين. سؤال عندي: في الآونة الأخيرة كثر قاموا الناس يتغلون في الديات، إلى 20 مليون، 40 مليون، 10 ملايين من الناحية دي. طيب، هل يجوز أن ندفع للقاتل، يعني لأصحاب الدم؟ نعم، ندفع لهم من الزكاة. طيب، شكرا يا أبو. الثاني سم، في حديث الاستخارة. نعم، يقول: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، في هذا الأمر خير لي فيسره لي. طيب، وإن كان فيه ليس لي فيه خير فصرفه عني. أنا سؤالي كلمة إن كنت تعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. طيب، استفسر عن هذا الشيء. والزكاة مثل ما قلت. شكرا يا أخي. كثروا الناس الحين بالملايين، هل نعطيه؟ طيب، من الزكاة؟ طيب، واضح سؤالك أبو خالد، جزاك الله خير. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح يسأل عن الديات، أنه الآن في مبالغة ملايين كثيرة، 10، 5، 15، 20. هذا السائل يقول بارك الله فيكم: لو وجهتم كلمة لهؤلاء، وهل يجب علينا أن ندفع لهذه الدية من الزكاة؟ هذه المبالغة بالملايين هذا غير لائق، هذا يحرج الناس،
وهذا أيضا يجعل الناس يبيعون القصاص بيعا، لا هذا هذه المبالغات لا تنبغي، والذي يريد الأجر يعفو إما مجانا وهذا أكمل في أجره، وإما أن يأخذ الدية المقررة شرعا، وإن زاد عليها شيئا يسيرا فلا بأس. أما هذه الزيادات الباهظة وهذه المغالات وهذه الملايين وهذا البيع، يبيعون القصاص الآن ما هم حبا في العفو ولا، بل هو من أجل الدراهم، هذا مشكل وأحرج الناس، وهذا مظهر ما هو طيب. نعم نعم بارك الله فيكم. بقي له السؤال ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من محمد من جدة. نعم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم الشيخ صالح الله يحفظك، بسألك عن أذكار الصباح، إذا كانت صليت السنة حق الفجر بعد الأذان وبديت فيها بعد السنة، وإذا كان يعني يجوز لي، هل أقرأ صوت المعوذات والكرسي قبل أخلص الصلاة ولا لازم بعد الصلاة إن شاء الله؟ طيب شكرا يا محمد بارك الله فيك. نعود إلى سؤال الأخ أبو خالد من الرياض، عندما سأل عن حديث الاستخارة وأنه في إن كنت تعلم، يقول هذه الكلمة إن كنت تعلم، والله سبحانه وتعالى يقول عليم خبير بكل شيء، ما هم يشك في علم الله، يشك في كون هذا الأمر يصلح له أو ما يصلح له. نعم أحسن الله إليكم. محمد من جدة يقول، يسأل عن أذكار الصباح بعد سنة الفجر بارك الله فيكم، هل هذا وقتها؟ ويسأل عن المعوذات أيضا قراءتها. أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، تبدأ من طلوع الفجر، فلو أتى بها قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو أتى بها بعد يعني بعد طلوع الشمس، كل هذا وقت لأذكار الصباح. نعم. وأذكار المساء الثاني. لا يسأل عن أذكار المساء. نعم. أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس، أتى بها يعني بعد زوال الشمس، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، لا بأس. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل عن بداية صلاة الضحى حفظكم الله، وكم هي من ركعة؟ بداية صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء، وكل ما تأخرت فهو أفضل. صلاة الأوابين كما في الحديث، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما يكون هناك حرارة للشمس في آخر الضحى، وعدا وأقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم نعم الشيخ صالح، هذه إحدى الأخوات تقول عندي شكوك وأنا أصلي وهواجيس ووسوسة، كيف أطرد هذه الوساوس؟ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، وبرفض هذه الأفكار والوساوس والإقبال على الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا حفظكم الله، هذه إحدى الأخوات تسأل بالنسبة لمن أرادت الصيام وفي أثناء الصيام وهو نفل قطعته لظروف زوجها وسفره، هل تقضي هذا اليوم؟ لا، النفل لا يقضى، ويجوز قطعه، يجوز قطعه، ما يلزم إتمامه. نعم أحسن الله إليكم. آخر اتصال في هذه الحلقة حمدان من الطائف. نعم ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. عندي عمتي متوفي زوجها. نعم. وهي كبيرة 85 سنة في العمر. نعم. وهل عدتها 3 أشهر أو 4 أشهر؟ طيب طيب. الشيخ عبد الصالح بارك الله فيكم يقول السائل حمدان من الطائف، أن عمته متوفى زوجها وعمره 85 سنة أو عمرها هي، هل عدتها 3 أشهر أو 4 أشهر؟ ويسأل عن يعني كبيرة في السن. نعم، وله كبيرة في السن، الزوجة المتوفى عنها تعتد 4 أشهر و10 أيام لقوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يفرق بين الكبيرة والصغيرة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يجرنا إلى سؤال حفظكم الله، يعني بعض العامة يعتقد أن من كبر في السن تسقط عنه بعض العبادات أو بعض التكاليف،
ما تسقط الواجبات والفرائض عن المسلم ما دام عقله موجودا، أما إذا زال عقله يعني بصفة دائمة ليس عنده عقل فليس عليه تكليف. نعم، جزاك الله خير وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ومتع الله بالصحة والعافية، وجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة إن كان في العمر بقية. في الختام هذه تحية من الزملاء هنا وهناك ومن الزميل المخرج عبد الله السعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.